السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بطلاب الصف الثالث الثانوي، كل سنة وأنتم طيبين، رمضان بكرة إن شاء الله، صلي بينا على الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا امتحاناتنا في شهر 6 وإحنا في شهر 3، يعني خلاص بدأنا في العد التنازلي مثلا نقول كده. لا أنا بقول لك لو أنت لسه ما بدأتش لغة فرنسية ولسه هتبدأ إن شاء الله هتلحق وهتقدر وهتقفل. طيب هو انت بتقولي الكلام ده بناء على ايه؟ بناء على تجربه شخصيه. انا جالي ولد والله العظيم يا جماعه ما بين شهر، يعني خلاص بيفنش شهر 2 وشهر 3، قال لي يا ميس انا لسه ما بداتش فرنساوي خالص. قلت له هنلحق وهنقدر ان شاء الله بامر الله. وبالفعل عايزه اقول لكم يعني لمينا المنهج وراجع وحل امتحانات وكان درجته جميله جدا. اي نعم هو ناقص درجتين بس، يعني بامر الله تعالى اوعى يجي لك احباط ان انت لسه ما بداتش، الوقت عدى منك. دايما عندك يقين بالله ان ربنا ان شاء الله هيعينك وهيقويك. لو لسه هتبدا دلوقتي هتقدر وهتكمل ان شاء الله وتحقق اللي نفسك فيه. احنا داخلين في ايام مفترجه، ندعي الدعاء. وطبعا مع الدعاء لازم تعمل ولازم تجتهد ولازم تشد حيلك شويه، وربنا يوفقكم بامر الله تعالى. اهم حاجه يا جماعه كل ما تخلص واحده بنحل امتحانات. حل الامتحانات بيعالجني مساله الكلمات، لان كل امتحان فيه قطعتين وكل قطعتين فيهم كميه كلمات كتيره جدا، لان الكلمات بتبني عليها المواقف، بتبني عليها القواعد، بتبني عليها ازاي بكتب ايميل. فياريت يا جماعه نحل امتحانات كتير.